سيدي الفاضل أهلا بك، أنت معنا على المباشر. إذن كان لديكم اجتماع مع مسؤولي وزارة الفلاحة قبل قليل، ماذا خلص هذا الاجتماع؟ بماذا خلص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل قليل كان مكتب الشعب مجتمع مع السيد مدير الضبط على مستوى الوزارة ممثل من السيد الوزير، بلغناهم بالحادثة اللي راهي صارت في ولاية أم الباقي وبالتحديد في بلدية عين فكرون وفي ولاية الشلف. هذا الوباء هو وباء خطير جدا. قدمنا شروحات وتوضيحات للسيد المدير، خذها بعين الاعتبار باش يبلغها للسيد الوزير. طلبنا منه كأمور استعجالية يقوم بتوزيع اللقاح وتوفير اللقاح إن كان هناك نقص في هذا اللقاح، وكذلك دراسة إمكانية تعويض المربين اللي يصابوا من هذا الوباء حتى يخدموا يعملوا مع بعض باش ما ينتشرش هذا الوباء. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية كمكتب لهالشعبة نطمئنوا المواطن الجزائري والمستهلك بصفة خاصة باللي هذا الوباء ما يعديش الإنسان، هو وباء يحكم الدجاج ما يفوتش على الدجاج. هذا يا سيدتي. طيب هل فيها احتمال على أنه ممكن تسجيل بؤر أخرى لهذا الوباء؟ وفي حالة ما إذا تم ذلك، ما هي كذلك الإجراءات التي تقترحونها؟ فعلاً وكما يكونش الحيطة والحذر من طرف المربين ومن طرف المفتشين البيطاريين تاع الولايات باش يحرصوا كل حرص باش ما يتنقلش الدجاج اللي به الوباء ما يتنقلش إلى ولايات أخرى تكون خطورة. لكن التعليمات اللي راهي تصدرها الوزارة هي تتصل بالمفتشين البيطاريين على مستوى الولايات باش تعطيهم تعليمات باش يحرصوا باش الدجاج المصاب ما يتنقلش إلى أماكن أخرى. نعم. سيد كالي عبد المؤمن رئيس المجلس المهني لشعبة الدواجن، نشكرك على هذا.